الجزائر رجعت الاصطياد في الماء العاكر في العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا، ومنذ اللحظة اللي علنت فيها الجزائر عودة السفير ديالها الإسبانيا عرفنا بأن هناك نية مبيتة وأنها جاية باش تخلق الفتنة ما بين البلدين إسبانيا والمغرب. لكن على ما يبدو أن لا المغرب ولا إسبانيا أذكى بكثير من أنهم يطيحوا في هذا الفخ. هذه المادة الأولى اللي غنبدأ بها الأخبار ديالنا ونشرحوها كما يجب. أما في خبر آخر غنتحدث على الرد المناسب اللي جاء للجزائر من بعد ما وزير الخارجية ديالها خرج وقال أنهم باغين يردوا العلاقات مع المغرب، رد اللي حرج الجزائر كما يجب. في خبر آخر غنتحدث على ما قال نشرته صحيفة إسبانية وكتقول أن اعتماد ميليشيات بوليزاريو كجماعة إرهابية هو مسألة وقت. أخيرا نختم الفيديو ديالنا بهذا الخبر هذا، ربط المسؤولية بالمحاسبة. المحاكم ديال المملكة المغربية مملوءة بقضايا الفساد وديال السياسيين، والأغلبية ديالهم يا من الأصالة والمعاصرة يا من حزب الأحرار، يعني الأحزاب اللي كاينة في التشكيل الحكومي. هذه هي الأخبار ديالنا اليوم، إلا كتهمك هذه المواضيع بقى معنا للآخر باش تعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام زوار موقع المهاجر، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كما عودناكم دائما معكم سفيان المرزوقي من قناتكم قناة المهاجر بأخر الأخبار وأخر المستجدات، وجمعة مباركة للجميع. بدأوا على بركة الله أول خبر اخترينا لكم في هذه الحلقة الإخبارية. إخوان كما قلنا لكم في أول لحظة يعني سمعنا أن الجزائر تريد إعادة سفيرها لإسبانيا بلا ما تراجع إسبانيا على الموقف ديالها التاريخي ديال الاعتراف بمغربية الصحراء. لقينا أن الجزائر تسارع لإرجاع لإعادة السفير ديالها لإسبانيا. بدينا كنشوفوا يعني في هذا الشيء هذا لقينا أن الجزائر خسرات في كل شيء، خسرات مع إسبانيا، خسرات في إفريقيا، وهذا الشيء هذا كله اعترف به يعني وزير الخارجية ديال الجزائر مؤخرا في يعني في الخرجة الإعلامية ديالو المثيرة للجدل الأخيرة، اعترف به، اعترف بأن الجزائر خسرات كل الأوراق ديالها مع المملكة المغربية. فصراحة الجزائر ما بقاش قدامها ما تخسر، خصها تخسر المملكة المغربية، وهذا الشيء هذا بالدليل الإخوان. أول شيء احنا عارفين الحمد لله ما غاديش نكونوا ذكاء من وزير الخارجية ديالنا ولا من الدبلوماسية ديالنا اللي حققات يعني نجاحات كبيرة في يعني في السنوات الأخيرة، وعارفين هم بأنهم عارفين مزيان هذا الشيء اللي كيوقع، وهذا يعني هذه من نقاط القوة اللي عند المملكة المغربية، وماشي فقط المملكة المغربية بل حتى إسبانيا. إسبانيا هي دولة اللي ما نستهنوش بالذكاء ديالها واللي عارفة المصلحة ديالها، وباش نعرفوا بأن إسبانيا عارفة المصلحة ديالها مزيان هو أنها مشات كتجري عند المغرب في الوقت المناسب وردت العلاقات وطردات السفيرة اعتذر وزيرة الخارجية السابقة اللي سببت المشكل ما بين المغرب وإسبانيا ونبينا عليه الصلاة والسلام، والأمور غادية كما يجب. فهنا يعني الجزائر دابا حاليا كتقمر تلعب الورقة ديالها، الورقة ديالها الأخيرة، يا إما رابح يا إما خاسر علي وعلى أعدائي كيف ما كيقولوا خوتنا المصريين. فهذا الشيء علاش غادي نوقفوا عند واحد النقطة مهمة جدا، لكن هنا جينا ماشي فقط باش نوقفوا عند هذه النقطة اللي حاولت الجزائر يعني توقع ما بين المغرب وإسبانيا، بل جينا بإثباتات اللي الجزائر ولا وزير الخارجية الجزائري تعمد أنه يتجنب أنه يتحدث عليها. كاين جوج حوايج، إما الجزائر كتحاول تنقد ماء الوجه وهذا الشيء هذا باين ووجدت له من قبل وفرشت ليه من قبل، وسبق وتحدثنا على هذا الموضوع سابقا الإخوان ديال أن الجزائر استغلت واحد تصريح ديال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، وبدأت كتوجد فاش بدأت كيبان ليها بأن بيدرو سانشيز معمر ومازال 4 سنين أخرى وما كاين لا انتخابات غتعاود لا حتى شي حاجة، وبان السياق ديال أن بيدرو سانشيز مازال مطول في على رأس الحكومة الإسبانية، فبدأت كتقلب على كيفاش تبرر العودة ديال السفير ديالها. لكن هاد العودة ديال السفير ما بغاتهاش تكون يعني خسارة، فيرجع السفير وفي نفس الوقت نعاودو نرجعو لذاك الأسطوانة المشروخة السابقة ديال خلق يعني الفتنة ما بين المغرب وإسبانيا أو للإصطياد في الماء العاكر كما كنسميوها. فنشوفوا التفاصيل. مقال اللي نشرناه في الموقع الإلكتروني ديال القناة ديال القناة واللي هو موقع المهاجر، بعد أسابيع من الصمت الجزائر عطات أخيرا الرواية الرسمية ديالها لتطبيع العلاقات ديالها مع إسبانيا أو لعودة السفير
لإسبانيا الذي تم تنفيذه بشكل خبيث من خلال تعيين سفير جديد في مدريد من بعد 17 شهر من الغياب. هناك تغيير في الموقف ديال إسبانيا من قضية الصحراء الغربية. هذا هو التصريح اللي قاله يعني وزير الخارجية أحمد عطاف في المقابلة الأخيرة دياله طبيعة الحال. وقال يعني خطاب رئيس الحكومة الإسبانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعطانا الضوء الأخضر لمراجعة علاقاتنا مع إسبانيا. هنا صراحة هذا الكلام ديال 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 بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وتحدثنا عليه في هذه القناة، وقلنا أن وسائل الإعلام الجزائرية غتبدا تحتفل وغتبدا توجد، وداك الشيء هذاك اللي دارته وسائل الإعلام الجزائرية بالحرف اللي خرج تحدث عليه وزير الخارجية الجزائري، وهو كان بمثابة يعني تهيئ الرأي العام الجزائري لقبول بالأمر الواقع، وهو عودة السفير من بعد ما كان يعني توعد إسبانيا أن إلا ما رجعاتش على الموقف ديالها ديال دعم مغربية الصحراء غادي تبقى العلاقات يعني مقفلة وما غاديش يرجع السفير، ومشاو يعني أبعد من ذلك التهديد والوعيد ديالهم. علاش؟ لأن الضربة دي إسبانيا كانت قاسية عليهم. فبطبيعة الحال هنا كنشوفوا يعني الخطاب ديال ولا الكلام ديال العطاف يعني كيجي تماما وتحديدا على داك العناوين اللي نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية. أش قال عطاف؟ قال إنه مقتنع بأن هناك بالفعل تغيير من جانب الحكومة الإسبانية بشأن قضية ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا يعني الجزائر. لا ينبغي أن ننسى أن إسبانيا هي الدولة التي استعمرت الصحراء الغربية وبالتالي تتحمل مسؤوليات خاصة تجاه الصحراء الغربية، وذكر بأن بلاده لم تقبل دعم بيدرو سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، واكتفى عطاف بتكرار الرواية اللي قدمتها وسائل الإعلام الجزائرية شهر شتنبر الماضي. داك العناوين اللي كانت يعني في الصحف واللي ملأت الصحف واللي جات يعني في شهر شتنبر الماضي يعني عناوين كثيرة اللي كانت كتتكرر واللي كانت يعني في الصحف الجزائرية على غرار أنه يتخلى عن دعمه لخطة الحكم الذاتي بيدرو سانشيز، ويعني سانشيز يطلق العنان للمخزن صفعة حقيقية في وجه النظام المغربي أو بيدرو سانشيز ينقلب على المخزن. هذه العناوين اللي كانت يعني كتروج، وهنا غادي نستنتجوا أن هذه العناوين هذه سبقات عودة السفير. يعني الجزائر علاش كانت كتبحث أولا على خلق أزمة ما بين المغرب وما بين إسبانيا، ثانيا تبرير أو لا تهيئ الرأي العام الإسباني من أجل العودة ديال السفير الجزائري لإسبانيا. لكن لما شارش ليه يعني وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اللي تفاداه ولا ما شارش ليه ولا ما بغاش يهضر عليه، هو أن حتى الإعلام ديال الجزائر ما تحدثش عليه نهائيا، وأن بعد أسابيع قليلة من هذه النشوة اللي أعطاها بيدرو سانشيز اللي الحكومة الجزائرية والصحف الجزائرية والعسكر الجزائري يعني استبعد بيدرو سانشيز مما أثار سياء البوليزاريو الجزائر أي مراجعة لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في المواثيق الحكومية المبرمة مع حركة سومار وحزبي اليسار الكتالاني والباسك. في ذاك اللحظة هذيك اللي كان كيوجد باش يتقدم البرلمان باش يتم التصويت عليه يعني جاء عند حزب سومار اللي معروف يعني بالدعم ديالو الميليشيات البوليزاريو، وقال ليه راه ما كاينش حتى عودة ولا رجوع من القرارات ديالنا. وشنو دار سومار؟ جمعات يعني شويه البوليزاريو وخرجت كدير لهم الخطر يعني في الشوارع ديال مدريد، تماك فين تم الاعتداء على واحد الشاب مغربي وضربوه يعني بواحد الطريقه عنيفه وغير مقبوله. فهنا صراحه انا من الاول يعني من اللحظه الاولى اللي اعلنت الجزائر عن عوده سفير شميت الرائحه ديال التاثير على العلاقات ما بين اسبانيا والمغرب. هنا عرفنا بان الجزائر عندها نيه مبيته، وهذه النيه المبيته كتكمل في هذا الشيء. هذا كما قلت لكم الاخوان هذا الشيء هذا ما شارش ليه الاعلام الجزائري وما شارش ليه وزير الخارجيه الجزائري، وغادي نزيدوه. واعقب ذلك تصريحات خوسي مانويل الباريز في 14 كانون الاول دو جنبير في الرباط بان موقف اسبانيا من قضيه الصحراء لم يتغير، وهو بالضبط نفس اليوم اللي رجع فيه السفير الجزائري لمدريد، وهو الاعلان الذي تم التعبير عنه بالفعل في الاعلان المشترك الذي تم اعتماده في 7 من ابريل 2022، والاعلان الذي تكرر في الدوره الثانيه 10
للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في فبراير 2023. وبالفعل ينص الإعلان المشترك الصادر في ختام المحادثات بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز على أن إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قد قدمت سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع. وكانت الجزائر قد راهنت على وصول حكومة يقودها الحزب الشعبي لإعادة علاقتها مع إسبانيا، لكن الرياح لم تمشي بما تشتهي سفن الجزائر. الرياح ما مشاتش في اتجاه اللي بغات الجزائر. الجزائر كانت عندها رغبة كبيرة ان الحزب الشعبي يطلع، واخا كنعاودو نقول لهم راه داك الرغبة اللي كانت عندكم كانت واهية بحكم يعني المعرفة ديالنا الجيدة السياسة الإسبانية. الحزب الشعبي ما عمره كان غيتراجع على القرار ديال بيدرو سانشيز، وكان غيطرى لكم تحديدا بحال داكشي اللي طرا مع ترامب ومع بايدن. من بعد ما اعترف ترامب مغربي الصحراء جا بايدن وأكد على داك القرار ديال ترامب. هادشي هذا اللي كان غيطرى لكم كون طلع الحزب الشعبي. الحزب الشعبي كان كيلعب على حملة انتخابية وكان شد العصا من الوسط وقالها، قال بصريح العبارة أول زيارة ديالي غتكون للمغرب، والحزب الشعبي هو من بين الأحزاب المدافعة على العلاقات الجيدة ديال المغرب وإسبانيا، لأن حزب عنده تاريخ كذلك وعارف شنو هي المملكة المغربية وعارف شنو كتقدم المملكة المغربية لإسبانيا. فهنا يعني باش نختموا هذا الموضوع غادي نقولوا لهم راه الاصطياد في الماء العكر ما غيصلحش ما بين المغرب وإسبانيا. علاش؟ لأن العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا متجذرة. وأضيف على ذلك أن المغرب وإسبانيا قدروا يعطيوا مثال في العلاقات وحسن الجوار على المستوى الدولي، ماشي فقط على المنطقة، العالم. العالم المغرب وإسبانيا عطاو مثال في العلاقات المتميزة في حسن الجوار. كنقول لكم انتوما رديتوا السفر ديالكم وانتوما بغيتوا ترجعوا بهذه الطريقة المهينة، واصلا انتوما اللي بغيتوا تخلقوا الجدل من العدم، لان حتى شي حد ما ضربكم على يدكم وقال لكم سيروا دعموا مرتزقة جيبوهم من افريقيا جنوب الصحراء، واللي دار الذنب كيستاهل العقوبة. وندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام. وهنا صراحة تصريح كذلك ديال وزير الخارجية الجزائري اللي حاول يحرج به المملكة المغربية. دائما كينقلب سبحان الله العظيم السحر على الساحر. هنا وزير الخارجية الجزائري كانت عنده رغبة أنه أولا القوى العظمى زيارته من جميع الجهات، الإحراج ديال المملكة المغربية وتحديدا ديال الملك محمد السادس اللي حرجوا بحرج الجزائر يعني باليد الممدودة، فبداو كيقلبوا انهم يحطون نفسهم ولا يوضعون نفسهم في ذاك الموقف ديال المظلوم، الموقف ديال المظلوم، ديال اننا حنا مظلومون وان المغرب هو اللي كيدير هو اللي كيدير هو اللي كيدير. طيب الحال غادي يجي الرد، المغرب ما كيردش، والدليل هو ان عطاف بنفسه اعترف ان السيد ناصر بوريطة ما جاوبش عليه. المغرب ما بقالوش ما يناقش مع الجزائر، لان الجزائر سدت كل الابواب وقفلت كل الابواب. ودابا حنا ولاد اليوم وماشي ولاد البارح. البارح كانت المملكة المغربية مادة اليد، اليوم الجزائر من بعد ما عطات بالظهر كيفاش بغيتي المغرب يجاوبك وكيفاش بغيتي المغرب يتعامل معاك، والمغرب قدم لك المساعدة في الحرائق وعطاك الكنادير فابور مشيتي كريتيها على الاوروبيين على اسبانيا وعلى فرنسا، وتجي دابا تقول انت باغي تجي تساعد المملكة المغربية. اش من مساعدة بغينا واش من ذل هذا باش المغرب يقبل المساعدة ديالكم؟ المغرب ما جاوبش ورد عليكم بلاغ يعني ديال وزارة الخارجية فاش استغليتو صريح ديال وزير العدل المغربي. ما عليناش الكلام ديال عطاف، طبيعة الحال كان فيه محاولة لإحراج المملكة المغربية، لكن الحرج هو اللي طاحت فيه الجزائر من بعد ما جهد الرد هذا من عند رئيس اتحاد المغرب العربي. فأيام قليلة من بعد صريح ديال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية، والتي عبر فيها عن الاستعداد لتهيئة الأرضية لمواصلة البناء ديال المغاربي عبر الإسراع في إيجاد حل للخلاف مع المغرب يحقق التآخي ومواصلة تحقيق الحلم المغربي. قال لك سيدي حنا بغينا نكونوا إخوة، وهذه الكلام اللي كان المغاربة يرددوه دائما خرجوا هما يرددوه دابا حاليا. فخرج اتحاد المغرب العربي لإحراج الوزير وتعبيره عن استعداده للوساطة لترجمة الأقوال إلى الأفعال، وقال ليه بغيتي مرحبا حنا موجودين هنا باش نديروا الوساطة ما بينكم وما بين المملكة المغربية، دابا نشوفوا الجزائر كيفاش غادي تتعامل. فالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي قالت في بلاغ يعني توصلنا به وشفناه
قالت بأنها تتابع باهتمام كبير تصريح أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية، مؤكدا ترحيبه بالموقف الخاص أنه صدر في هذا الظرف الذي تمر فيه المنطقة العربية بأزمات خطيرة. واعتبر الاتحاد أن هذه الأزمات تحتم على الاتحاد المغاربي أن يكون جاهزا للقيام بدور فعال في صيانة مصالح الأمة العربية والإسلامية والقارة الإفريقية بفضل ما يتوفر لديه من طاقات موضوعية من الجوانب من الواجب اعتذار توظيفها في سبيل هذا الهدف النبيل الذي لا يتحقق إلا بمغرب كبير متراس صفوف يتقدم بخطى ثابتة نحو مزيد من التآخي والتكامل والاندماج. عرفتوا اش دار الجزائر؟ اش دارت الجزائر؟ دارت ديك القصيدة ديال اللي كنا يعني قريناها في القسم الثاني من الابتدائي ديال برز الثعلب يوما في شعار الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين. هذه هي اللي دارت الجزائر. برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، برزت الجزائر يوما في شعار الواعظين ومشت في الأرض تهدي وتسب الماكرين، وبغات تقلب الطاولة على المملكة المغربية، لكن اتحاد المغاربي حرجها بكل ما تحمل الكلمة من معنى ورجع ذكرها بالدين اللي عليها وخصها تدفعه. قال لها احنا هنا إلا بغيتي نديروا الوساطة ونردوا العلاقات اللي انتوما كتقولوا انها علاقات يعني مهمة وخصها تكون من اجل بناء مغرب عربي، احنا هنايا اجي نوقفوكم عند حدكم ونردوا هاد العلاقات هذه من جهة. من جهة اخرى فكرها بالدين اللي عليها وخصها تردو، وماشي غير بالكلام لكن بالفعل ليس فقط بالقول. ندوزوا الخبر الموالي متابعينا الكرام. وانا صراحة هذا امر مهم للغاية ان ميليشيات البوليزاريو بدا يعني الشبهة ديال الإرهاب بدات كتلحقها على المستوى الأوروبي. يعني هذه نهاية الأسبوع الماضية تحدثنا على البرلمان الأوروبي وبرلماني أوروبي يعني كيطالب باعتماد ميليشيات بوليزاريو جماعة إرهابية من طرف الاتحاد الأوروبي. وها هي يعني جريدة إسبانية اللي هي جريدة الإسبانيول خرجت بمقال تقول فيه إدراج جبهة البوليزاريو في القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية باتت مسألة وقت. يعني المغرب ماضي في اعتماد يعني أو إحراج كل من يتعامل مع ميليشيات البوليزاريو، أولهم الجزائر. أول من سيقع في الإحراج الجزائر وغيتبعها الاتحاد الإفريقي اللي دار خطأ كبير يعني ضم هاد الميليشيات المرتزقة داخل الاتحاد. فهنا صراحة نشوفوا المقال الجافي. كشفت صحيفة الإسبانيول الإسبانية أن إدراج جبهة البوليزاريو على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية يقترب بسرعة، وأوردت الصحيفة الإسبانية فيما قال لها أن المغرب يسعى إلى إدراج جبهة البوليزاريو على القائمة الدولية للجماعات الإرهابية، مشددة على أن الرباط تعمل على تطوير استراتيجية ضد البوليزاريو منذ سنوات. وذكر المصدر ذاته أن دعم النزعة الانفصالية في الصحراء يعني الانفتاح على فكرة توفير أرض خصبة لتأسيس الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. وذكرت الإسبانيول في نفس السياق التصريحات التي أدلى بها مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية حبوب الشرقاوي لصحيفة جونافريك سنة 2019. رجعت لسنة 2019 باش تبين يعني الخارطة ديال الطريق اللي وضعتها المملكة المغربية لإيقاع البوليزاريو في الفخ. بوليزاريو اللي هي فعلا جماعة إرهابية، والمملكة المغربية ما تقوم به هي إظهار الحقيقة ديال هذا التنظيم هذا اللي كتحتضنه الجزائر، والتي جاء فيها أكثر من 100 انفصالي من البوليزاريو ينشطون داخل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. ووصلت الصحيفة استحضار مداخلة وزير الدفاع الإسباني السابق خوسي بونو خلال منتدى في داكار في أكتوبر، والتي دافع فيها عن الصحراء المغربية ووصف اعتراف الاتحاد الإفريقي بالبوليزاريو بأنه أمر شاذ لم يحدث في أي منظمة أخرى. وهذا هو الإحراج اللي غادي يدخل فيه يعني الإحراج اللي غادي يدخل فيه الاتحاد الإفريقي، لأن الاتحاد الإفريقي خدا واحد الخطوة اللي كانت خطوة شاذة يعني باعتراف هذا وزير الدفاع السابق ورئيس مخابرات سابق داخل إسبانيا خوسي بونو بين الرؤوس الكبيرة اللي كتدعم مغربية الصحراء داخل إسبانيا. أضيف عليه رئيس الحكومة السابق خوسي لويس ساباتيرو واللي كيدافعوا على مغربية الصحراء وكيدافعوا على المقترح المغربي ديال الحكم الذاتي. باش نهيو الفيديو ديالنا الإخوان غادي ندوزو للشأن الداخلي تبديد المال العام. يلا وحنا كنتحدثوا
ويعني في ايام قليله تحدثنا على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وكان كيبان داك الشيء هذاك بحال الحلم بدا كيتحقق في المملكه المغربيه. من بعد القصر الكبير دزنا لسيدي قاسم، دابا غادي ندوزو لتارودانت. تبديد المال العام يقود رئيس جماعه بتارودانت الى سجن الودايه بمراكش. ومنين كنشوفوا هاد الناس هادو اللي واقفين امام المحاكم، شكون هما؟ شكون هاد الناس هادو اللي واقفين امام المحاكم وكيقوموا بتبديد المال العام؟ الاغلبيه ديالهم الا ما قلناش كلهم من حزب الاحرار وحزب الاصاله والمعاصره، وهذا هاد السيد هذا من حزب الاحرار، القصر الكبير حزب الاحرار، سيدي قاسم حزب الاحرار، دابا تارودانت حزب الاحرار. الاصاله والمعاصره راكو شفتوا اش وقع فيها، زلزال سياسي زعزع المملكه المغربيه. فهنا خصنا نديروا واحد نقطه نظام، نقدموا واحد التساؤل لهاد الامناء العامون ديال هاد الاحزاب هادي، الاصاله والمعاصره، وهنا كنهضروا على السي وهبي وزير العدل، وحزب الاحرار، وهنا كنهضروا على رئيس الحكومه المغربي السيد عزيز اخنوش. انا حنا اللي عارفين ان في الدول كلها ديال العالم، والدول بالاخص اللي المملكه المغربيه كتطمح انها تكون يعني منافسه لها وتوصل للمستوى ديال المستويات ديالها، هي الدول الاوروبيه. فاش كيبداو كتعطي الريحه ديال الفساد في الاحزاب، هاد الاحزاب هذه كتنوض بكل جراه وكتقدم يعني الاستقاله ديالها، وكتمشي تخضع للرغبه ديال 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 الراي العام وديال الدول. هادشي اللي كاين، وهذه هي الديمقراطيه. حنا اللي كنعرفوا الديمقراطيه هو ان منين كيكثر الحديث على الخنشاله ديال الاحزاب، دوك القيادات العامه ديالهم كيخرجوا. حنا شنو شفنا؟ شفنا القياده ديال 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 الاصاله والمعاصره خرجات، خرجات، ولكن خرجات كتبرأ من هاد الناس هادو. واش هادشي هذا كيحيد المسؤوليه عليهم؟ ما كيحيدش المسؤوليه المعلم، هادشي هذا كيحملهم المسؤوليه وخصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم. فلا الاحرار ولا الاصاله والمعاصره، الريحه ديالكم عطات في المغرب وعطات مزيان، وانتم اللي شادين الحكومه. يعني الامر خطير خطير ان يكون حاميها حراميها، وهذا هو المشكل، وخص تلتزموا واحد شويه بالمسؤوليه ديالكم. نشوفوا التفاصيل ديال هاد المتابع الجديد بتارودانت. قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بمحكمه الاستئناف بمراكش مساء امس الخميس متابعه رئيس جماعه بيكودين تابعه ترابيا لاقليم تارودانت في حاله اعتقال بتهم تتعلق اساسا بتبديد المال العام. هذا هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وامر قاضي التحقيق باحاله كل من المسؤول الجماعي المعني المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار واحد المقاولين على سجن الودايه بمراكش، ومتابعه ثلاث مقاولين اخرين، وتقني بنفس الجماعه الترابيه في حاله صراح مع اتخاذ تدابير المراقبه القضائيه في مواجهتهم واغلاق الحدود في وجههم الى حين انتهاء التحقيق. وجاء هذا القرار بعد قيام الفرقه الجهويه للشرطه القضائيه بمراكش باحاله المعنيين واربعه اشخاص اخرين على الوكيل العام للمملكه بالمحكمه المذكوره، الذي طلب باجراء تحقيق في مواجهه المشتبه فيهم من اجل التهم المنسوبه اليهم على خلفيه شكايه تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعيه المغربيه لحمايه المال العام الى النيابه العامه المختصه. وحسب مصادر فإن التحقيقات الأولية كشفت أن رئيس الجماعة الترابية كودين وعدد من المقاولين كانوا قد تورطوا في مجموعة من الصفقات المشبوهة والتي نجم عنها تبديد أموال عمومية. هاد الناس هادو كطيح في يدهم العاقة فلوس ديال الشعب، وكيلقاوها في يديهم وكيبداو كيبددوا فيها كيف ما بغاو. فدابا جا وقت ربط المسؤولية بالمحاسبة. دابا كنشوفوا الرويسات الصغيرين ديالكم كيطيحوا، رؤساء الجماعات، برلمانيين يعني مكلفين عن جهات مثل القصر الكبير، سيدي قاسم، مناطق بحال هكا، بداو كيطيحوا لكم الرويسات الصغار. ولكن لا محال، هادشي هذا كامل غيجر الرؤوس الكبيره ان شاء الله باذن الله باش تسقط امام ايدي العداله. فهادشي علاش كنقول لكم كونوا رجال، قدموا الاستقالات ديالكم قبل ما توصل الريحه ديالكم وتوليو نتوما امام المحاكم. كونوا رجال واقتنعوا بالامر الواقع، انكم فشلتوا، انكم ماشي اكفاء باش يعني تجيريو المصالح ديال الشعب المغربي، وخليو الناس، عطيو فرصه للشباب اللي باغي يخدم واللي عنده غير على ذاك البلاد. هذه هي الاخبار ديالنا اليوم متابعينا الكرام، نتمنى تكون لقاتكم نتوما بخير وعلى خير في صحه جيده وفي احسن الاحوال. كنشكركم على حسن المتابعه، الاهتمام ديالكم، على الدعم ديالكم المتواصل لقناتنا، و
ونشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر، موضوع أخر، تكونوا دائما في أحسن الأحوال. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.